أخبار اليوم. نقيب عاد الهلال الإدارة العامة للحماية المدنية. إيه اللي حصل يا فندم النهاردة؟ هو الحقيقة النهاردة الساعة 10 جالنا بلاغ من غرفة العمليات بنشوف حريق في سوق التونسي اللي هو سوق الجمعة. على الفور توجهنا بثلاث سيارات بالإضافة إلى ثمان سيارات من الحماية المدنية بالقاهرة. وصلنا هنا والحمد لله قدرنا نعمل عزل. انت عارفين السوق مساحته كبيرة جدا. أول حاجة عملنا عزل عشان الأجزاء المحروقة عن الأجزاء اللي لسه ما طلهاش الحريق، وقدرنا نسيطر وسيطرنا على الحريق الحمد لله. وإحنا دلوقتي خلاص تمام الإطفاء، بس إحنا في مرحلة التبريد عشان تعرف ان السوق ده كله حاجات مختلفه، فيه اخشاب وفيه مواد بتروكيماويه وفيه حاجات. ربنا الحمد لله اكرمنا، كان كريم ورحيم بينا ان احنا لقينا حوالي 14 انبوبه بوتاجاز مختلفه الاحجام. دي لوحدها كانت ممكن تسبب كارثه لو انبوبه البوتاجاز دي انفجرت في الضغط مع الحراره. الحمد لله ربنا اكرمنا وعرفنا نطلعهم، والحمد لله رب العالمين بجهود الناس. احنا طبعا الحمد لله بنعمل اعمالا لقوله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا ممكن نحيي الناس اللي كانت موجودة، نحيي الممتلكات العامة والخاصة، والحمد لله كله بتوفيق ربنا. ربنا كان رحيم بينا إن الحريق كان في الجزء ده، لأنه لو كان امتد في الجزء الثاني كان هيبقى عواقب وخيمة، لأن السوق ممتد جدا، في مواد بتروكيماوية وحاجات خطرة جدا. وطبعا ممكن نرجع للكلام ده كله لأساليب الوقاية، وأكيد معمول تقارير كتير بإن الحاجات دي غير متبعة الشروط الإطفائية، وفي تقارير ألمانية في تقارير مبعوثة من الحماية المدنية بالأماكن دي إنها تغلق لأنها غير مطابقة. بس طبعا التنفيذ والحاجات دي بيرجع لأسباب مش بتاعتي أنا، بس أنا الحمد لله ربنا كرمنا وعرفنا نسيطر الحمد لله رب العالمين. ورجالتي الحمد لله تمام، يعني قاموا بمجهود والحمد لله في الصيام، الحمد لله كل ده بنحتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا كل ده عشان الشعب المصري وعشان أهالينا، وربنا يعوض على الناس اللي دي. طبعا هي ناس غلابة، ما أقدرش أقول إن أنا أخليهم من غير ما أسيب لهم مكان. هو من أولها من الساعة 9:30 أو 10 واحد عدى بمكان قال لك الحق السوق من جوه بيولع لعند المخزر، فطبعا خدنا بعضنا وجرينا. كان السوق بقى انت عارف زي ما انت شايف اللي هو بوس وقش وبتاع، في ثواني السوق كله ولع. بس عمال ما في ثواني الصراحه النجده والمطافي في ثواني كانت هنا في اقل من دقيقه. توش ايه سبب نشوب الحريق ده؟ لا سببها ايه الله اعلم. دي كل سنه وسنه، يعني عدي سنه والتانيه تولع المنطقه دي بالذات. بس المره اللي فاتت بقى كان واخد كنس، يعني من سنتين بالظبط. سنتين بالظبط كان واخد السوق ده كله كده من اوله لاخره. في ناس عندها ولا بيوت تولع والسوق ده ما يولعش عشان اكل عيش. دي نص مليون من الناس دي بتاع نص مليون في السوق ده بياكل من ورا السوق ده، واكتر من نص مليون كمان. ثلاث ثلاجات فريون ولع ازاي لوحده كده لوحده. احنا اتصلوا بينا الساعه 9 جينا لقينا الدنيا زي ما انت شايف كده. هي دي كان مكانها ايه؟ دي اهو. فوق كوارع ايه اكتر من 10000 جنيه راحوا في الارض اهو، اكتر من 10000 اتحرقوا. هي دي ثلاجه ايه يا حاج؟ ثلاجه كوارع يا حاج، ثلاجه كوارع. عاملين لنا مكان جوه ولا عاملين لنا جوه متهيئ زي الناس ولا اي حاجه خالص؟ طب انت اتبلغت ازاي ولا عرفت ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ احنا شغالين يعني ما نعرفش ايه ناس كهربا ولا حد، يعني فعلا الله اعلم. بيقول لك شويه زباله عم حد ايه؟ بيقول لك شويه زباله ورا. هو دلوقتي الناس دي خساره، هنا خساره هنا خساره هنا خساره. واحد منزل بضاعه بمليون ونص سيراميك امبارح دمرت كلها. ايه استفاد هو يعني؟ كل ده بسبب ايه؟ وفي ناس تقول لك زباله ومش زباله، زباله ايه؟ بسبب فريول. ناس زباله ايه؟ زباله ايه؟ الناس جايه تاكل عيش، تولع في عيشها.